متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة بحول الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض أثناء فترة السحور أو أثناء وقت السحور، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار الخفيفة والعشوائية. الحرارة تسجل 27 درجة مئوية، الملموسة 24، الرطوبة متدنية 11%، أما الرياح تكون بين خفيفة والمتوسطة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر في عموم تلك المناطق، طقس مشمس في سكاكا 25 إلى 16، عرعر 24 إلى 17، تبوك 27 إلى 16. أما بالنسبة للمنطقة الغربية، نبدأ بجدة، غبار خفيف بسبب الرياح النشطة 36 إلى 23، المدينة المنورة 34 إلى 21، مكة المكرمة 36 إلى 26، أما الطائف 29 إلى 19. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة طقس صافي 26 إلى 19، أبها 28 إلى 17، جازان 34 إلى 29. ننتقل الآن للحالة الجوية في المنطقة الشرقية، الدمام فرصة لبعض زخات الأمطار الخفيفة والمتفرقة 45 درجة مئوية كحرارة عظمى، وبالتالي درجات حرارة عالية جدا في المنطقة الشرقية. وفي الإحساء أيضا الدمام 45 إلى 26، الإحساء 44 إلى 27، أما حفر الباطن أتربة مثارة 23 إلى 22. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى، الرياض غبار خفيف أو مغبر، طقس مغبر 40 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى إلى 25 درجة مئوية كحرارة دنيا، بريدة أيضا أتربة مثارة 34 إلى 19، أما حائل تفرق لبعض الغيوم 27 إلى 13. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.